طيب رجعت تاني بسمله، اهلين يا بسمله. الو حضرتك اتفضلي، ازيك حضرتك؟ والدتها يا فندم مامة بسملة. اهلا بيك يا فندم. حضرتك رحت المدرسة لما عرفت ان حد ضايقها؟ ايوه انا رحت المدرسة تاني يوم الواقعة. وقالوا لك ايه في المدرسة؟ المدير قال لي انا ما اقدرش انزل المدرس دلوقتي عشان هو عنده حصة. وبعدين؟ نزلت رحت الإدارة التعليمية وعملت مذكرة بالحادث والواقعة كلها. يعني انت لما المدير ما رضيش يديكي حقك رحت المنطقة التعليمية نفسها؟ رحت الإدارة شؤون قانونية وعملت مذكرة هناك. حضرتك والله برافو عليكي. تاني يوم رحت عملت مذكرة تاني ودخلت بقى لوكيل الوزارة شخصيا وهو كلم بسملة وكان مستجيب جدا جدا مع بسملة وصدر قرار فورا بنقل الأستاذ لو وقع حقيقية. يعني الحمد لله دايما بيبقى في ناس عندها ضمير وعندها يعني موظفين محترمين ان انت تلقي حد ياخدك جد ويجيب لك حقك. تمام. طيب انت البنت لما رجعت لك البيت كانت حالتها عامله ازاي؟ هي بسمله قبل ما تطلع لي كان اصحابها جايبينها من المدرسه في اليوم ده تعبانه. صحابها اللي جم طلعوا قبلها وقالوا بسمله تعبانه جدا جدا. لما طلعت وسالتها في ايه بسمله حكيت لي اللي حصل. قالت لي الاستاذ يا ماما قال لي كذا كذا كذا. ايوه معاك يا فندم. كملي اتفضلي. كان عندهم موظف لغه عربيه حضرتك في اليوم ده. ايوه موظف اللغه العربيه بدا يسال بعض الاسئله فبسمله بدات تجاوب مع الموجه. ايوه بعد ما الموجه نزل على طول راحت حضرتك المدرس وقوم بسمله قال لها انت اسمك ايه؟ قالت له اسمي بسمله علي. قال لي انا بسمله علي تلميذه سوداء. حد يقدر يعرضها لي بالكسره او بالفتحه؟ البنت فضلت تعيط فلما البنت عيطت قعدت قال لها انت قعدتي ليه وانا قلت لك اقعدي؟ يا ساتر يا رب. وموافي وموافي البنت وقفت عيطت زياده قال انا ما بطلتش عياط خرجت بره على السبوره. البنت لما جت لي البيت على طول انا كان اليوم الدراسي انتهى تقريبا ثاني يوم على طول توجهت للمدرسه قلت له علمت المدير قلت له حصل كذا كذا مع بنتي امبارح والاخصائي الاجتماعي كان عارف بالموضوع من قبلها بيوم. قال لي معلش المدرس عنده حصه دلوقتي ما يقدرش ينزل لحضرتك. قلت له خليه زي ما هو. انا سبته وطلعت على الاداره التعليميه شؤون قانونيه كتبت مذكره باللي حصل وطلعت من الاداره التعليميه على مكتب على مديريه التربيه والتعليم دخلت لوكيل الوزاره وبالمذكره وحكيت له وبسمله حكت اللي حصل. طب وهم اتاكدوا من الواقعه ازاي يا فندم؟ سياده وكيل الوزاره تفضل مشكورا نزل لجنه من التربيه والتعليم. دي واحده يا ام بسمله وكيل نعم. وزاره نزل لك لجنه؟ تمام. تاني يوم على طول ده ايه ده؟ دي سويسرا. لا بجد يعني صدقا وكيل الوزاره كان متعاون معانا جدا جدا جدا. وانتوا تعرفوا وانت تعرفي وكيل الوزاره نعم. ده اكيد صاحبكم مثلا او قريبكم؟ وانا اول مره اشوف حضرتك يعني ودي يا اول مره. يا ام بسمله الراجل نزل لك لجنه؟ نزل لي لجنه تاني يوم من التعليم تحقق في الواقعه نفسها. والله حاجه محترمه. بس للاسف احنا اتصالحنا في المدرسه ونهينا احتراما لسن المدرس لانه عنده 54 سنه. طب دقيقه واحده يا فندم، انت لما روحتي قابلت المدرس حصل ايه؟ المدرس قعد يقول انا بهزر معاها انا بضحك معاها وكان واخد الموضوع ان انا بشرح موضوع النحو عادي خالص. قلت له هو الجمله اللي ما قلتها حضرتك في سياق المنهج كلمه بسمله تلميذه سوداء في سياق المنهج اللي بسمله تدرسه كان ممكن حضرتك تستبدل كلمه تلميذه سوداء بتلميذه مجتهده او تلميذه نشيطه. حتى لو انت حضرتك ما تقصدش معنى الكلمه المفروض لما شفتها بتعيط تقف بحالتها مش تقول لها لا ما بطلتش هي تخرجت بره قدام زمايلها. لا هو دليل ان هو واخد منها موقف ان هي لما عيطت عاقبها اكتر. تمام تمام. واحنا تنزلنا حضرتك وخلصنا الموضوع والموضوع انتهى لغايه يوم الخميس اللي فات ده بدا يعيد نفس القصه تاني. كل ما يكلمها اقول لها مش عاجبك روح اشتكي مش عاجبك روح اشتكي. قدام المدير؟ لا هو كان الاول في الفصل بعد ما اتصالحت
الكلام ده يوم الخميس اللي فات يوم 24/11 بعد وبعد الواقعه بشهر على طول، يعني الموضوع انتهى بقاله شهر اهو. الواقعه الاولى كانت يوم 23/10، يا نهار يوم الثلاث 23/10 والموضوع عدى عليه شهر. هو اللي نعاد نفس القصه تاني مع بسمله، يعني عمل الحكايه دي مرتين. تمام. اول مره تنزلنا، ولما تنزلنا هو بقى قرر الموضوع تاني، وفي الاخر قال ايه اللي مش عاجبه يروح يشتكي. طب توجهت على طول على مكتب الوزير وقدمت شكوى تاني، ووزير مكتب وكيل الوزاره وسمع لبسمله وصدر قرار بنقل المدرس فورا. والله حاجه محترمه وكويسه، انا بحيي حضرتك ان انت خدتي حق بنتك وما سكتيش وفضلتي وراه لغايه ما جبتيه في الاخر. والله حضرتك يعني كل مسؤول في البلد قام بشغله زي استاذ سيد سويلم وكيل وزاره دمياط، تصدقني مش هيبقى في اي مشكله في البلد. طب انا فهمت انه سياده المحافظه قابلت بسمله ايضا. فعلا تمام، ده حصل النهارده. انا كنت رايحه البسمله لاني كان في لجنه من الاخصائيه الاجتماعيه نازله المدرسه، وانا كنت رايحه عشان اقابلها. فوجئنا كلنا ان معالي الوزيره نازله المدرسه النهارده. ده انت المحافظه كلها جات لك البلد، ده احنا ايه العظمه بتاعت مصر دي؟ الحمد لله، ده بفضل ربنا. وانت ما تعرفيش لله. حد ولا ليكي واسطه ولا قرايب ولا اي حاجه، يعني الدنيا كلها اتحركت. ولا ربنا الحمد ونعم لله بالله ربنا. اكبر من اي حد. بس ربنا سخر لنا الناس الكويسه عشان تجيب حق بسمله، وانا بشكر كل واحد فعلا وقف مع بسمله وجاب لها حقها. لا وهنقف كمان مع اي طفل بيتم التنمر بيه. تمام. دي لازم تبقى رسالتنا كلنا، انا بشكرك وبشكر وعيك وبشكر حبك لبنتك وبشكر ان انت فضلتي ورا حقك، وبشكر كل الموظفين المحترمين سواء كانوا موظفين كبار او صغيرين اللي وقفوا جنبك. ان شاء الله ربنا. اديني بسمله طب اسلم عليها بقى. حاضر يا بسملة. الو طب خلاص سيبيه على راحتها مفيش مشكله.